لكم بقية برامج اف ام من توا حتى المساعتين. الكلمة ليك وسامة معاكم من توا قلنا حتى المساعتين في تعويض الزميلتي جيهان بن عبدالله محليه الجو التونسي ومحليه الفن الشعبي والانيماسيون اللي يعملها امين السعيدي في الاخراج. يلا كلمونا الناس كل على 31 380 الف، 31 380 الف، باش تعطيونا رايكم شنو هو اللي تحبوا تبدلوه في حومكم في مناطقكم وفي احيائكم في العام الجديد. اكيد نستقبلوا سنة 2024 ببرشة تفاؤل، برشة امل في التغيير، انه نحاولوا نغيروا على الاقل، وكل واحد يبدا يغير من جهته، يغير من حومته، ويغير حتى من نهجه ولا حتى للزنقة اللي هو يسكن فيها. نحاولوا نبدلوا شوية ونحيوا المظاهر المخلة يعني بالأمن العام المخلة برشا حاجات، مشاكل في التروتوار، مشاكل في الانتصاب الفوضوي، مشاكل في الإنارة العمومية. كل واحد يحب يبدل حاجة، كل واحد أكيد أنه كي يمشي حوس ولا يتمشى ولا يقضي شوره في الحومة متاعه أكيد أنه باش يلاحظ حاجات يحب يبدلهم. يقول مصاب 2024 يجينا بالتغيير، يجينا بحاجات جديدة وحاجات النجم وعلى الأقل نبدأ بها عام فيه برشا تفاؤل وفيه برشا يعني انرجي بوزيتيف على الاقل. هنا باش نمشي في الموجات الايجابيه ونحاول نسمع منكم انتم شنو اللي تحبوا تبدلوه، شنو اللي تستناو فيه من العام الجديد. اكيد انه الناس كل رينا انتخابات مجالس محليه، هذوما اولاد منطقتكم اللي هما باش يعاونوكم على التغيير، اللي باش يكونوا صوتكم، عباد اكيد انتخبتوهم باش يوصلوا اصواتكم، باش يعاونوكم انه نلقاو حلول لهالمشاكل اللي نجموا نشوفوها. وانا ما نعتبرهاش مشاكل، هي جوست اشكاليات صغيره قابله للحل واشكاليات صغيره قابله للنقاش، هيت نحكيو فيهم هيت نتناقشوا فيهم. يلا نستقبلوا اول تليفوناتنا لليوم. مدام حبيبه من تونس، مرحبا. اهلا وسهلا. شنحوالك يا خويا؟ لاباس الحمد لله. انت شنو احوالك؟ الحمد لله لاباس. ان شاء الله كل عام حين بألف خير. جوايز انيفيرسير، احلى ايه فين في الدنيا. يا ربي يخليك. بمناسبه عيد ميلادها ال 12، دمتم متألقين ان شاء الله من نجاح الى تفوق الى مثابره، برشا حاجات حلوه بالحق. محلاها ايه فين، انا مستمعه وفيه. محلاها بكم انتوما، محلاها بكم انتوما والله بالمستمعين الوفيه. اذاعه ايه فين مصباح لليل تعطينا برشا حاجات ايجابيه، تعطينا برشا حاجات امل، بالحق نحبها برشا برشا. ربي يخلينا اي اف ام، وربي يخلينا توتلي كيف الكل نتاع اي اف ام، خاطر مش بالسهره معناها الخدمه في اي اف ام الصباح اللي فيها برشا خدمه، فيها برشا ريسك. ربي يوفقكم وربي ينجحكم ودمتم متألقين. ربي يخليك وان شاء الله كل العاملين في اذاعه اي اف ام من صحفيين وتقنيين بخير، وان شاء الله يقدموا لكم ماده عالميه محترمه ان شاء الله وتنال رضاكم، هذا اهم حاجه. يلا حبيبه هات نحكيه، و2024 شنو اللي نحبوا نبدلوا؟ أنا أول حاجة ندعو للغزة، نترحم على شهدائنا في غزة، ما ننساوش، وإن شاء الله يتبدل الوضع كومبليتمون في غزة، وإن شاء الله نشوفوا غزة في أحسن حال، في أحلى معيشة، وفي أحلى حاجة بالحق في 2024، وإن شاء الله يتبدل الوضع كله، مش كان في غزة، في العالم أجمع، سيرتو في تونس، نحب الحق، نحب نشوف تونس المزيانة، تونس الخضراء، تونس. شوف القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وتونس أكيد هي بلادنا، إحنا اليوم خلينا نمشي وديريكت نقولوا يعني محورنا لليوم، حديثنا لليوم شنو أملنا الوحيد بالحق، نحبوا يتبدل الوضع، نحبوا نشوفوا غزة في حاجة باهية، نحبوا نشوفوا الشعب غزة في حاجة باهية، إن شاء الله ربي ينصرهم، إن شاء الله ربي يوفقهم، إن شاء الله صوتهم يوصل، إن شاء الله احنا زادا نناقشوا معاهم. وتحية كبيرة 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 لقيس الفعايد على المجهود اللي قاعد يعمل فيه. أي أنت شنو تطلب اليوم؟ شوف شنو تطلب اليوم مثلا من رئيس الجمهورية، كيف ذكرته أنت؟ شنو اللي تحب تبدله يا حبيبة؟ برشا برشا حاجات، برشا حاجات نحبها تتبدل في تونس، سيرتو في تونس وفي فلسطين، في فلسطين نحب وبالحق نحب شعب. هات نمشي وديريكت حبيبة حبيبة، خلينا من العموميات. شنو اللي تحبوا يتبدل؟ امشي لي ديريكتومون للآمال نتاعك، للتوقعاتك، لطلباتك سيرتو.
في تونس في تونس في حومتك مثال في تونس خلينا في تونس. انا نحب انا نحب البلايص الكل نحبها مزيان، ما نحبش كان نمشي بركة يا اخي، نحب نشوف البلايص الكل مزيان، نحب نمشي كي نمشي البلايص نقول محلاها تونس محلاها البلايص، نحب نشوف حاجات باهيين، نحب نشوف حاجات ايجابيه في تونس، مثلا يعملوا لنا معناها مرفه للصغار، معناها يعملوا لنا مراقب ثقافي في اي بلاصه، معناها بالحق نحب صوت التوانسه الكل، الحاجات اللي يحبوها التوانسه مش كان انا بركة، فما حاجات يحبوها التوانسه مش قاعده صوتهم يوصل، نحب الحق سعيد يبدلها تونس كومبليتمون، بالحق نحبوا نحبوا نتناقشوا بتونس، نحبوا نفرحوا في تونس، نحبوا هذيك هي بلادنا، راه نحب ولا نكره، هذيك تونس هذيك امنا هذيك امنا اختنا هذيك تونس، معناها مهما باش يصير هذيك بلادنا ما نسلموش فيها، وكرك وكرك نشوفوا في احسن ايه. حال اكيد اكيد انا تونس نبداها بروحي وبقلبي بكل شيء، بالحق بلادي نضرب عليها بالبونيه، مستحيل معناها نسمع انسان يحكي على تونس وما نتكلمش، هذيك اللي تولدت فيها، هذيك اللي تربيت فيها، هذيك اللي باش نزيد نعيش فيها، فهمت؟ نحبها برشا، ربي يخلينا تونس، وان شاء الله ربي يخلي الناس الكل، سيرتو ربي يخلي لي بنتي الغاليه حلومه، وان شاء الله ربي يخلي لي خوتي الكل، فامي الكل، وان شاء الله ربي يرجع لي اختي ديني من تركيا، عندي 10 سنين ما شفتهاش، ان شاء الله يجمعكم في الخير ان شاء الله. امين يا ربي، ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يعطينا الصحه والعافيه للناس الكل، انا ديما انا كي نخمم وديما ندعي للناس الكل، ما نخممش كان في روحي برك، معناها نحب نشوف التوانسه فرحانين، نشوفهم مرتاحين، نشوفهم عاملين جو. ربي يخليك يا حبيبه، قديش قلبك باهي وقديش قلبك كبير، وحبيبه ما خمتش في روحها بركه، اكيد تتمنى الخير لبلادها وتتمنى الخير للناس الكل، هذا اللي نتمناه احنا زاده بطبيعه الحال. يلا احنا مازلنا مواصلين باش نسمعوا رايكم وتطلعاتكم للعام الجديد، شنو اللي تحبوا تغيروه في مناطقكم وفي بلادكم اون جينيرال. بعد الاشعار نستقبلوا زينب اللي تكلم فينا من الجنوب. من الشمال الى الجنوب مازلنا نستقبلوا تليفوناتكم، مادي ساعه و50 دقيقه، مازال عندنا شويه وقت باش نسمعوا ارائكم وتطلعاتكم للعام الجديد 2024، ان شاء الله يجينا بالخير والعافيه للجميع. دونك نمشي والبنجردين ونستقبلوا ثاني تليفوناتنا لليوم. زينب معنا، مرحبا. اهلا وسهلا، عسلنا. عايشك يا زينب، مرحبا بك. عايشك. كل من نهارين قالوا ثم نيمر تطلبوه، معناتها مناسبه راس العام، يعطي خدوات اي احنا ربحنا راهو لي كادو نتاع يا زينب، ربحنا لي كادو نتاع عيد ميلاد يا فهم، واليوم نسالوا في المستمعين نتاعنا شنو هو اللي تحبوا تبدلوه في مناطقكم في جهاتكم، شنو هو اللي تحبوا تبداو به العام الجديد، هي تعطينا رايك شنو هو تستنى انت من 2024. باهي معناها عندنا السبيطار مش باهي، معناتها اما كان يحسنوا معناتها في السبيطار برشا حاجات، منشآت صحيه فيها مشاكل. السبيطار انا هو بالضبط بيطار بن قردان، معناتها في المدينه المستشفى الجهوي بن قردان. اي برشا حاجات خايبه. شنو اللي ناقص فيه مثلا السبيطار، شنو اللي تحبوا يتبدل؟ لارجونس لارجونس ما فيش طبيب باهي، ماهوش منظم ماهوش نظيف. لا ما اخزر ما نجموش نقولوا ما فيش طبيب باهي، راهو يا زينب اما ينجم يكون فما نقص في الاطار العام، ينجم يكون فما مشكلات حاجات ناقصه ان شاء الله تتصلح بطبيعه الحال. ناقصه ماذا بينا معناتها يحسنوه. انتوما يا زينب اللي تتكلموا على منطقتكم وانتوما اللي تحكيوا على ما يزيدكم وما ينقصكم، وزينب حكيت لنا على المستشفى الجهوي ببن قردان، مشكوره جدا، ان شاء الله يتغير الحال في 2024 ونلقاو اللي يطلبوه العباد في الجنوب وفي مدنين وفي بن قردان الكل في منشآتهم الصحية، ونشوفوا الاسكانير وطب الاستعجالي واليرام والحاجات اللي نتمنيهم الكل في منشآتنا الصحية ومستشفياتنا العمومية. يلا هيت نرجعوا للعاصمة، نمشيوا لبومهل نشوفوا سيريدا وتطلعات وأميله للعام الجديد. سيريدا أهلا وسهلا. السلام عليكم أخويا. يا أخويا مرحبا. والله انا اول مره اشارك معكم برجوريه، فهمتني؟ ومرحبا بك. عجبني في السؤال نتاعك اللي معناتها اعطيته قد قد، قلت شنو تتمناو؟ اي تونس كيفاش باش تراها؟ انا شخصيا ما نكذبش عليك، انا متفائل، خاطر ايش نقول لك؟ راهو باش تبني دوله، ايش نقول لك؟ راهو يلزمها اعوام بطبيعه الحال، والاخرى سبقونا، راهو ايش نقول لك؟ سبقونا، خاطر عارفوا وين نمشيو في الاتجاه. لكن احنا ضيعنا البوصله وقعدنا اللي هي تحكيه فرغه، سمحني يا اخي العزيز،
فهمني؟ على شنو لازمنا نركزوا بها؟ الانتخابات هذه اللي عملوها حاجه كبيره، حاجه كبيره، مش انا معارض، انا انتخبت قيس سعيد اتونسيون. لا ما تفهمين يا اخزر، احنا رانا ماناش نحكيو سياسه، شوف احنا نحكيو على مرحله سياسه على شيره. اي لا مرحله تعدينا بها واكيد. انت نعم سيدي، سؤالك قلت عليه انت اي محترم. شوف خويا، احنا شكون ما يتمناش تونس تولي جنه واحنا اولادنا ولا يخدموا وانه ما عادش نراو البطاله في البلاد. وانا عجبتني المراه الاولانيه حبيبه، مدام حبيبه اي ربي يفضلها، هذاك هو صحيح اللي قالت له، قالت لك انا تونس ما نتمناها معناتها كلها تكون مش من العاصمه بركة، يعني عندنا ستدخل المعاصمه يا اخي العزيز انت صحابي اكيد. وبرا شوف الاحياء الشعبيه في العاصمه الانتوراج نتاعنا الاحياء الشعبيه ما طايق يمكن 10 كيلومتر ولا 5 كيلومتر على العاصمه. وبرا شوف ادخل وشوف الحاله اللي احنا عايشين فيها، اللي احنا خليناها هكاك تونس فهمتي، واللي يجي فهمتي يمصها فهمتي تونس، وبعد يخليها فهمتي مصيبه هكاك فهمتي، ناس عايشه في الطبيعه. هذا توصيف للوضع. شنو اللي لازم يتبدل؟ شنو اللي لازم يصير؟ يتغير تدريجيا على الاقل. اعطيني دي بوان سي رياض، اعطيني سي رضا سامحني، اعطيني دي بوان. شنو هو اللي لازم يتغير؟ شنو الاولويات بالنسبه لك انت؟ الاستراتيجيه نتاعي انا شنو؟ انا ماذا بيا البلاد ترجع فهمتني للعمل، ثم العمل ثم العمل بالخدمه يتبدل كل شيء. واحنا باش نخرجوا من المأزق هذايا فهمتني، خاطر احنا هوني فهمتني كما قال الرئيس، كلمه باهيه قال الرئيس، لازم نعملوا على واحد سينو، اذا كان ما نعملوش على واحنا راهو حتى واحد ما ينجم يتلفت لنا. راهو بطبيعه الحال الشعوب الاخرى طورت، علاش طورت؟ خاطر عرفت مين باش توصل. راه فما شعوب سبقونا راهو يا اخي العزيز، ما حبش. شنو نقاط القوه نتاعنا يا سيري ذا؟ نقاط القوه نتاعنا اللي اليوم نرتكزوا عليه. لازمك تخدم، لازمك اخويا تخدم اخويا. فرعني انت تحب تونس وطني، مش بالوطني بالكلام. انا شوف لي بلاتويت توا الكلهم يتكلموا على الوطنيه وطنيه وطنيه، هذاك كله بالمهب الريح. اعطيني الرسمي، انا حب نخدم، حب ننتج، حب نعاون الفلاح، حبك ذيك المراه اللي في الفلاحه تولي تنتج. لا انت عاجبك توا احنا معناش الحليب ومعناش الواحد هذاك ماشي هذاك فهمني. اعطيني معاش معنا ما ننتجوا، معاش معنا ما نخدموا. معناها انت بالنسبه ليك شوف سيري ذا سامحني بابا، معاك جوست انت مثلا ركزت على زوز نقاط مهمين اللي هما الخدمه، انه واحد يعمل على ذراعه ويخدم بالفعل مش بالقول، وثاني حاجه ركزت على الفلاحه انه هي القطاع الاستراتيجي. الفلاحه هي اسمع شوف خويا العزيز، حبوا نخرجوا من المعزق هذا لازم نمشيوا للفلاحه العصريه، ما نحبوش ما نرجعوش للفلاحه اللي قديمه في عهد جودنا عام 20 وعام 19 وعام 1. ولات فلاحه عصريه، اعطي سيب اخوي الاراضي للناس هذوما خلت تنتج، وفك علينا ما لازم مستثمرات نجيب انا اجنبي يجي لبلادي يخدمني فهمتي. لا انا نحب التونسي هو اللي يخدم، غادي يخدم في بلاده وفهمتي، ويشجع اولاده باش نوصلوا للحل للواحد. خاطر الان فما بلدان راهو كانوا معانا او بجنبنا راهو هربوا بينا يا اخي العزيز. ولينا نعطيك مثل، واحده كيما المغرب، واحده كيما اثيوبيا، واحده كيما رواندا، كامرون، معناتها هذوما كلهم هربوا بتونس. ما عادش عندنا احنا تحت تونس بالسبعينات احنا خير منهم. هذا اكيد كل بلاد يا سيري ذا. شوف احنا تعدينا بازمه، ولكن احنا كنا اقوى من الازمه هذه، وجاتنا ازمه كورونا وكنا اقوى منها، ولكن لازمنا كما قلت انت نعملوا على نقاط القوه نتاع بلادنا اللي 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 هما اللي هما الخدمه، قلت انت اللي هما قطاع الفلاحه ثم العمل ثم العمل. هذا اكيد مؤكد. هذا اخويا ما تزم تعمل حتى شيء، هذا مؤكد جدا. كل عام انتم حيين بخير اخويا، ربي يخليك. ما فماش نقاط قوة أخرين في تونس نجموا نخدموا عليهم سيري ذا؟ أنا باش نعتبرك مستشار اليوم. بابا احنا عندنا برشا حاجات راهي تونس، إيش يقول لك؟ الزعيم الحبيب بورقيبة قال كلمة باهية. اللي هي. قال يسمعها الناس الكل. قال تونس لازم نمشيو بالمراحل. سياسة المراحل. سياسة المراحل. كنت نسمع الرئيس يقول وقت أنا جون، قل لا شنو بالمراحل مراحل. إيه توا لازم تبني بالمراحل، تبني دار، باش تبنيها دار؟ وقت تبدا من اللوطة تبدا. إي مساس، مساس وإحنا طالعين. إي. مش باين عشي وضحاها انت باش تعمل دار، لازمك على الاقل كذا في خمسه سنين باش تعمل دار. هذا اكيد، هذا اكيد. هكا ولا يا اخي العزيز. شوف تونس تبني بولادها. تونس ايش نقول لك؟ تونس راهي باه. انا خالف برشا اجانب راهو ويحكيوا لي على تونس كلهم انتم بلادكم راهي باه. وفيها برشا خيرات. وفيها برشا خيرات. وما فيهاش فلوس داكوردو، مي العزيمه قبل كل شيء.
ان شاء الله بعزيمه فولاذيه قادرين ننهضوا ببلادنا ان شاء الله. وكل عام وانت حي خير والجروب تاعك. يا ربي يخليك يا سي رضا، ومشكور جدا انت والمستمعين الكل اللي شاركونا من الشمال الى الجنوب واعطاونا رايهم بكل تفاؤل. تاكد جدا انا اللي التوانسه يحبوا بلادهم، اللي التوانسه يحبوا يراو بلادهم خير، اللي التوانسه غيورين على ترابهم وعلى ارضهم وعلى بلادهم. وان شاء الله نشوفوا 2024 تونس في اعلى المراتب، تونس خير من العوام اللي سبقتها. ان شاء الله الناس الكل نستقبلوا عام جديد بكل فرحة بكل تفاؤل. ان شاء الله ربي يوصلنا سالمين، ومبروك علينا العام الجديد ان شاء الله كل عام، واحنا وعائلاتنا واحبابنا واصحابنا وجيراننا واخواتنا وكل الشعب التونسي بخير. يلا نخليكم انا مع بقية برامج اي اف ام، الى اللقاء ناس كل، باي باي.